ان شاء الله وان شاء الله الامور تتحسن ان شاء الله يا كابتن رؤوف. وزي ما وعدنا حضراتكم على قدر الاستطاعه بنكون مع نجومنا وابطالنا في كل مكان. طبعا فريق كره السله بيخوض هذه الايام منافسات الباسكتبول افريكا ليج او بطوله افريقيا لكره السله برعايه الام بي اي. كاميرا الابطال كانت موجوده مع ابطالنا، عملنا بعض اللقاءات اتفرج عليها مع حضراتكم. نرجع لبعض تاني. المباراة طبعا الماتش كان البداية على طول بتبقى صعبة، مش متمرنين مع بعض كتير، انا كمان ما اتمرنتش محترفين غير تمرينة واحدة تمرينتين، هم لسه ما اتمرنوش مع بعض كفاية، ما لعبناش ماتشات ودية بثلاثة محترفين، الكيمستري لسه مش احسن حاجة، بس هم الحمد لله يعني اغلبية الناس ظهرت فرديا بشكل كويس، ماتش بماتش هنتحسن اكتر. كويس ان احنا عندنا يومين اجازة بين الماتشات نقدر نزود فيهم من الانسجام ونتمرن مع بعض اكتر، ان شاء الله نظهر منظر كويس. هم مستواهم هايل ومفيش، هم لعيبه كبيره جدا، توم سنه فيهم السنه فاتت، كوري كان خصم صعب سافت مع الاتحاد، نوني لعيب كبير، احنا لعبنا ضده في المنتخب مع جنوب السودان، قدر يأهل جنوب السودان لكاس العالم ولعيب كبير جدا، يمكن لسه بس احنا مش عارفين نلعب مع بعض، كيمستري مش هنتحسن واحده بواحده لما نتمرن مع بعض اكتر، وماتش بماتش ان شاء الله مستواه يكون احسن بكتير ان شاء الله. دلوقتي احنا خلصنا اول ماتش، تركيزنا كله على ماتش بطل اوغندا، عندهم محترفين اقوياء وهم فرقه كويسه، تركيزنا كله مش بنفكر بعيد، تركيزنا كله على الماتش الجاي، احنا بنلعب كل بطوله كوتش اوجستي يعني خلاص من اول تمرينه فصل مكسب الكاس، من دلوقتي بنفكر احنا ان شاء الله عايزين نطلع من هنا اول المجموعه وبعد كده نخش فاينل الدوري ان شاء الله جاهزين ومنظر كويس. It was a good first game for us, good win. كانت مباراة وفوزا جيدا، كنا قليلا صعودا وهبوطا، أخذنا تقدما جيدا وسمحنا لهم بالعودة مرة أخرى إلى اللعبة مرات عديدة قبل الذهاب إلى هذه البطولة، نحتاج إلى التحسن والبقاء مع الصدارة واللعب بقوة على طول الطريق، لكن هذه كانت مباراة جيدة بالنسبة لنا. إنه فريق رائع وأنا على دراية بالفريق لأنني لعبت في مصر الموسم الماضي مع النادي الاتحاد، لذا أعرف اللاعبين. أنا ممتن لوجودي هنا والانضمام إلى الفريق واللعب مع أفضل فريق في مصر، ونأمل أن نقاتل من أجل البطولة. إن جميع اللاعبين يقومون بعمل جيد. التحضير كان جيدا، المدرب أوغاستي هو مدرب رائع، لديه الكثير من الخبرات التي كان يدربها حول العالم، لقد أعددنا جيدا ولدينا بعض الممارسات الجيدة، أنا ونوني أتينا من أماكن أخرى ونهضنا للإسراع مع لاعبين وكل شيء كان سريعا، لذلك نحن نسير بشكل جيد. أنا ممتن لأنني ألعب في هذه البطولة قادما على طول الطريق من نيوزيلندا، هي تجربة جديدة بالنسبة لي، لدي مسيرة مهنية طويلة 15 عاما على ما أعتقد، لذا ألعب في بطولة مثل هذه لم أفعل شيئا كهذا من قبل، لذا فهي كذلك تجربة رائعة.